كن في طريق العلم دوما يا أخي، فالعلم شيء رائع به نرتقي. كن دائما ذو همة واسعى إليه، قل إن طلاب العلم دربي ومسلكي. دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي، دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي. وعلل لهذا الكون أن العلم نور، وأنه هو منهجي. أن العلم نور، وأنه هو منهجي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة في الله وأيتها الأخوات الفضيات، ها أنا ذا أكمل معكم باب الضاد من المقدمة الجزرية، وقد أحضرت لكم هذه الخريطة التي تسمى بخريطة المفاهيم، وهي تختلف عن الخريطة الذهنية التي استخدمتها في باب أحكام الراء، إذ تشبه الخلية العصبية. أما هذه فهي عبارة عن خريطة مفاهيم، وقد جئت بجميع أبيات هذا الباب وعددها، أحسنت، وعددها 10، لأن الناظم رحمه الله بعد أن ذكر البيت الأول تميز فيه بين الضاد والظاء بالمخرج وصفة الاستطالة للظاء، قال وكلها تجي، أي وتأتي الكلمات التي في القرآن الكريم بحرف الظاء فيما يأتي، وبدأ يعد، ونحن سنستمتع معا إن شاء الله. وهدفنا من هذه الدروس حتى ننهي هذا الباب هو أن نقرأ الأبيات قراءة صحيحة، أن نذكر عدد الكلمات التي وردت بالظاء في كل بيت، وأن نذكر معنى كل كلمة، وكذلك أن نذكر عدد المرات التي وردت فيها في القرآن الكريم، وإذا كان هناك استثناء منها لكلمات بالضاد فإننا سنذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكره الناظم. قال الناظم رحمه الله في هذا الباب: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي. السؤال: لماذا حصر الكلمات التي وردت بحرف الظاء ولم يحصر الكلمات التي وردت بحرف الضاد؟ الجواب: لأن الكلمات التي وردت بحرف الظاء أقل، فحصر لك الأقل والباقي يكون بحرف الضاد، ولذلك تدرب على هذه الكلمات جيدا. قال في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. مرة أخرى: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. كم كلمة بالظاء في هذا البيت؟ هيا هيا عدوا معي بارك الله فيكم. ها، كم كلمة؟ 10، أحسنتم. نبدأ في الكلمة الأولى: في الظعن. الظعن وردت مرة واحدة بمعنى الرحلة والانتقال. قال الله عز وجل في سورة النحل: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. إذن الظعن بحرف الظاء، فأخرج اللسان ليلامس أطراف الثنايا. الكلمة الثانية أيها الأحبة هي قوله ظل، وكلمة الظل هو ما يظلل الإنسان حيث وردت في القرآن الكريم، سواء أكانت فعلا أم كانت اسما، وقد وردت في 33 مرة، ومن ذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام. إذن مادة الظل ظللنا، ظللنا الظلة، كل ذلك بحرف الظاء. عندنا الكلمة أيها الأحبة الثالثة: الظهر. ورد مرتين بمعنى الظهيرة، في قوله تعالى: من الظهيرة، وفي قوله: وحين تظهرون. الكلمة الرابعة:
عظم وردت 113 مرة بمعنى العظمة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ولهم عذاب عظيم. الحفظ ومعناه المحافظة على الشيء، ورد كما ترون في 44 موضعا، ومن ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات. كذلك كلمة أيقظ، أيقظ من اليقظة، وردت كم مرة؟ مرة في سورة الكهف في قول ربنا تبارك وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وكلمة أنظر بمعنى الإمهال وردت في 22 موضعا، كما في قوله تعالى: ولا هم ينظرون، ينظرون. وكلمة عظم، والعظم المقصود به العظام، عظام الإنسان وعظام غيره، وردت 15 مرة في القرآن الكريم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. وبقي كلمتان في هذا البيت، وهي ظهر واللفظ. الظهر أيها الأحبة ضد البطن، وردت هذه الكلمة كلمة ظهر في 15 موضعا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. وأخيرا كلمة اللفظ بمعنى القول، وردت مرة واحدة. وننتبه أيها الأحبة إلى هذه الآية التي وردت فيها كلمة اللفظ في قول ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا كلمة رقيب وكلمة عتيد وصفان للملكين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالرقيب الذي يراقب، والعتيد الحاضر معك، من الفعل عتدا، من الفعل عتدا. أيها الأحبة لننتبه، لأن البعض يسمي الملك الذي عن اليمين رقيب وعن الشمال عتيد، وهذا خطأ، بل هما وصفان لكلا الملكين. ما يلفظ من قول، يا الله كم تكلمنا وكم قلنا، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن البيت الثاني من هذا الباب، وهو قوله: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، فيه 10 كلمات بالظاء، حيث تصرفت وحيث وردت، ونتدرب عليها ومنطق هذه الكلمات نطقا صحيحا. ننتقل الآن إلى البيت الثاني، وهو قوله رحمه الله: ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر الظما. أعيد هذا البيت مرة أخرى: ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر الظما. هذا البيت به كم كلمة؟ فكري، فكر، عدوا هذه الكلمات، هيا، به كم كلمة؟ به أيضا 10 كلمات. ما هي؟ نبدأ. عندي كلمة الظاهر. الظاهر أيها الأحبة يأتي على معاني في القرآن الكريم، منها ضد الباطن، ومنها الغلبة، ومنها الظهار، وقد ورد في 42 موضعا. أما الظاهر ضد الباطن، كما في قوله تعالى: ظاهر الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وأما الغلبة فكما في قول ربنا تبارك وتعالى: وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، أي ناصر ومعين. وأما الظهار فكما في قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون، أي يقسمون على أزواجهم بأنهن عليهن محرمات، كالمحرمات الأبديات، كالأم والأخت وغير ذلك من المحرمات. وهذا مما حرمه الله عز وجل، وله كفارة مغلظة. لظى وردت مرتين، ولظى من أسماء النار، أو من دركاتها أو طبقاتها. والنار أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، دركات بالكاف، لأنها تنزل وتهوي، فكلما كانت الدركة
أسفل كان العذاب أشد، كلا إنها لظى. والموضع الثاني في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الليل في أي كلمة؟ عرفت؟ أحسنت. فأنذرتكم نارا تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. شواظ بمعنى لهب النار الخالص الذي لا دخان فيه، وقيل الذي فيه دخان على اختلاف بين مفسري السلف. عموما لهب النار الخالص هذا هو الأقرب، كما في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن يرسل عليكما شواظ من نار. أيها الأحبة، هذه الكلمة لم ترد إلا في هذا الموضع لا غير، كلمة كظم، والكظم كتم الغيظ، كما في قول ربنا تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ. كم مرة وردت؟ وردت 6 مرات، 6 مرات. ظلم، وهذه الألف للإطلاق، والمقصود الظلم ومادة ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه وفي غير محله. وأشد الظلم ظلم النفس، لأن تحرمها حظوظها عند الله عز وجل باقتراف المعاصي والتقصير في الطاعات. كما أن ظلم الغير شديد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فهو الرحمن الرحيم. هذه الكلمة وهذه المادة هي أكثر المواد في القرآن الكريم تكرارا بحرف الظاء. وردت في 282 موضعا، وذلك لخطر الظلم وبشاعته وشناعته، فلنحذره بجميع صوره، كما في قول ربنا تبارك وتعالى إنه لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين، نسأل الله العافية. أغلظ من الشدة والقسوة، وردت في 13 موضعا، من ذلك قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا، وهو ميثاق الزواج. ظلام ضد النور، وردت في 26 موضعا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الظفر، وقد عبر عنه الناظم هكذا أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، وجاء في القرآن الكريم بضم الفاء. والظفر هو المخلب، وهو هذا الظفر أيها الأحبة ورد مرة واحدة في قول ربنا تبارك وتعالى حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ظفر أي مخلب. انتظر بمعنى ارتقب من الترقب، ترقب الشيء، ورد في 14 موضعا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى قل انتظروا إنا منتظرون. ظما، هذه الألف في ظما تختلف عن الألف في ظلما، فالألف في ظلما للإطلاق، أما في ظما فما أصلها؟ أصلها ظما، أصلها ظما، فسهلت الهمزة وتحولت إلى الألف لتناسب أيها الأحبة ظلما نهاية الشطر الأول. والظما ورد 3 مرات في القرآن الكريم بمعنى العطش، كما في قول ربنا تبارك وتعالى لا يصيبهم ظما، وقوله سبحانه وتعالى يحسبه الظمآن ماء، وفي قول ربنا تبارك وتعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أيها الأحبة، آمل أن أكون قد وفقني الله سبحانه وتعالى في عرض هذين البيتين وفي عرض الكلمات التي وردت فيهما بحرف الظاء. انتظروني في اللقاء المقبل لنكمل معا هذا الباب الماتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في طريق العلم دوما يا أخي، فالعلم شيء رائع به نرتقي.
كن دائما ذو همة واسعى إليه، قل إن طلاب العلم دربي ومسلكي، دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي، دوما عليه نلتقي نسعى إليه ونرتقي، وعلن لهذا الكون أن العلم نور وأنه هو منهجي، أن العلم نور وأنه هو منهجي.